مولاي. ده انت منوره العش. اصل انا قلقت عليك لما ما لقيتكش انت والقرد. انت كده خايف عليا؟ شغلة القرداتي خطر وبتخوف. خايف عليا بقى ولا على القرد؟ يو بقى انا مش عارف من غيرك يا سنية كنت هعمل ايه. نسينا نفسنا. على فين بس يا سنية؟ العشاء جاهز عندك، باكل انت بقى بالهنا والشفا. طب استني بس شويه معايا يا سنية. لا تصبح على خير بقى. سنية سنية طرتها مني يا فالح، طرتها مني. لازم نتصرف، المشي بيتعب الرجلين. تعال يلا يلا مشكو، تعال مشكو، خدي دي معاكي.
سمسم. ثانية صباح الخير. صباح النور. اصل انا كنت عامله شويه شوربه كوارع قلت ادوقها لك. تعيش يا ثانية. ده انا عامله شوربه من الصبح. انما قول لي انت كنت فين طول الليل امبارح انت والقرد؟ بنلقط رزقنا. بقى يا صاحبي انت تاخد مزاجك وتسيبني انا بقى في حالي. لا لا يا سيدي انا في عرضك. انا بحبك يا شباب. واخرة الحب ده ايه؟ هتجوزك. طب والله والله العظيم والله العظيم هتجوزك. انت حلفت؟ اه ايوه حلفت. حلفت لي؟ بالتفصيل اخر مره شفت فيها حاجتك اللي راحت. ما انا قلت كل حاجه. يعني مفيش حد كان غيرك في الشقه؟ لا مفيش. ها للاسف لغايه دلوقتي مفيش اي اثر يدل على دخول حد الشقه. يعني ايه؟ بدون عصبيه يا هاني. يا هاني من الحرام يخش ويخرج ازاي والشقه مقفوله ومتربسه؟ الست دي بلغات في كتير قوي وجايز تكون قصد حاجه من البلاغ ده احنا مش عارفينها. وبعدين الحاجات اللي بتديها سرقتها دي كتير كتير قوي. على كل حال نراقب الصاغه والجوهرجيه، وان كانت التحريات بتقول ان ضيوفها كتير وبعضهم بيقضي الليل معاها في الشقه. والبوليس ما وصلش الحاجه لحد دلوقتي؟ البوليس هيعمل ايه بس؟ دول عفاريت عفاريت مفيش غير كده. ترابيس كلها مقفوله زي ما هي. اشربي يا حبيبتي. لا يكون الواد اسمه ايه؟ الواد الحليوه. طب هيخش ازاي؟ شفتي انت مخك وصلك لحد فين؟ انا مش قصدي فتوح، قصدي نصحي. نصحي؟ ده مليونير ولا بقى جات له حاله جنان يسرقني ويسرق نفسه؟ فعلا دي حاجه تعفرت.